بسم الله الرحمن الرحيم. أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضي. الأمن اللي هو عمله لنا ده في البلد ده يساوي يعني الدنيا كلها. الرئيس بتاعنا ما شاء الله عليه، احنا مبسوطين جدا في عهده، وطبعا الحياة اتغيرت 100% اكيد في فترة الرئاسة بتاعته. يا ريت يمدها، واحنا مبسوطين جدا جدا معاه بصراحة. يعني ده راجل من ساعة ما جه فعلا هو شغال، وعمل شبكة طرق جميلة جدا، يعني كل الناس بتحكي بيها حاليا، واحنا مستنين منه الأكثر طبعا من كده. تمام، الطرق زي الفل وكل حاجة، في ازدهار شوية، في أمن وأمان. طبعا أنت عملت فترة كبيرة في الحدود وتعبت فيها. بيتي وولادي ومراتي في أمان، وعمل حاجات كتير ما كناش نتوقعها خالص، وربنا يديله الصحة ويخلوا باله من الناس الغلابة. هو راجل كويس وربنا يوفقه، وإن شاء الله خير، وربنا يقونا بقى على سد النهضة ده، يشوف لنا حل فيه، لأن هو يعني صراحة رئيس ما جاش بعد ولا قبله. نشكره لأنه هو بيعمل حاجات المفروض كانت تتعمل من سنين، هو ابتدى يعملها في يمكن في وقت قليل جدا، وبعدين في وقت قياسي. أحب نقول له ألف شكر يا رئيس، اللي أنت التغيير اللي غيرته في البلد الكبير دوت، ومستنين تقدم تاني أكتر من كده، وربنا يوفقك وحافظ عليك. أنا بشكره جدا، وبشكره على أمانته مع البلد وحبه وإخلاصه ليها. أنت فعلا أنجزت كتير وحمتنا كتير من قلق وخوف بقى، وحاجات كتيرة ما كناش ممكن كانت مصر تخش فيها، وبنى حاجات كتير يعني خلى البلد بصراحة جميلة. فبنتمنى من ربنا اللي احنا نفضل عايشين في التطور ده على طول والتقدم. بالنسبة للكباري يعني عمل كباري كتير جدا، سهلت المرور، بس نفسنا طبعا يدخل في مناطق اكتر من كده. يعني بروح العبور شغلي، الدنيا عايزه اقول لك اختلفت، وجسر السويس وصلاح سالم، هو مش سايب حته ما بيطورهاش. كل سنه وانت طيب، ربنا يخليك لمصر. احب اقول له يعني يا ربنا يديك الصحه ويخليك للشعب والشعب المصري كله، يعني ربنا يخليه ويقوعه اللي هو فيه. اقول له اشكرك وربنا يديك الصحه وتعيش للبلد. ربنا يخليك لنا رئيس، وما يحرمناش منك ابدا ابدا، انت الرئيس الوحيد اللي عملت لنا انجازات كويسه في عهدك. 7 سنوات في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي شهدت مصر مسيرة كبرى من الإنجازات القومية والإقليمية بل والدولية، جعلت مصر تحتل المكانة التي تليق بها بين سائر الأمم ما بين مشروعات قومية في الداخل يشهد بروعتها القاسي والداني، ومواقف عربية ودولية مشرفة. كريستينا مجدي، مساء الخير، ميسات.